الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزاتي طالبات الصف الثامن بأكاديمية أطفال الرمثة النموذجية، درسنا الجديد في التربية الإسلامية بعنوان مد الصلة. أعزائي المدود كثيرة عزيزاتي الطالبات، هنا في مد طبيعي وفي مد عارض للسكون وأنواع أخرى من المدود. الآن عزيزاتي دعونا نتعرف على نوع جديد من المدود وهو مد الصلة. دعونا الآن نتلو هذه الآيات الكريمة من سورة الطارق أمامكم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم. عزيزاتي الطالبات لاحظي الخط باللون الأحمر تحت الحروف الصغيرة أو الرموز الصغيرة الملونة بعد في الآيات الثامنة وفي الآية العاشرة. لاحظي الآن في عندك في رقم واحد أمامك في كلمة إنه، لاحظي الحرف الصغير يشبه حرف الواو تحت خط. في كلمة رجعه الحرف الصغير غير معروف كثيرا لك ولكن يشبه الياء نوعا ما، لكن ياء بالعكس، ياء معكوسة. لاحظ الحرف الكلمة له أيضا الحرف في النهاية يشبه الواو الصغيرة. الآن عزيزاتي هنا لاحظي يوجد ضمير يسبق هذه الحروف الصغيرة. لاحظي الضمير هو الهاء، إنه رجعه له الهاء. لاحظي أنه هنا الضمير هو ضمير متحرك لمفرد وغائب ومذكر، يعني إنه هو ذكر وغائب، مش أنت، هو ومذكر، صح؟ أيوة، متحرك. لاحظ الهاء عليها حركة، مر عليها ضمة وبرجعيه على تحتها كسرة وله عليها ضمة. إذن درسنا مد الصلة يتعلق بهذه الهاء، وهي هاء ضمير مفرد غائب مذكر. هاء ضمير، هي هاء الضمير هنا، هو، إنه رجعيه له ضمير ومتحرك عليها فتحة كسر ضمة عفوا وكسرة، ولمفرد مش جمع يعني، ولغائب إنه أبصر وين هو، ولمذكر. عزيزاتي الطالبات هنا نستنتج أن حرف مد الصلة هو هذه الهاء، حرف مد الصلة هو هذه الهاء، هاء ضمير مفرد غائب وإيش ومذكر، هذه الهاء هنا. لاحظي حبيبتي أو عزيزتي الطالبة أن الهاء عندما كانت مضمومة، الهاء عفوا عندما كانت مضمومة يوضع بعدها رمز واو عندما تكون إيش مضمومة، كما في كلمة إنه وكلمة له. وعندما كانت هاء الضمير مكسورة يوضع لها الرمز الياء المعكوسة، هذا الرمز أمامك هنا عندما تكون مكسورة، هنا هذا رمز للكسر، والضم والواو الصغيرة هي رمز لإيش؟ لا الضم. لكن هنا الفرق إنه لما بدي أقرأ إنه الهاء الضمير ما بدي أقرأها إنه رجعه له، لا بدي أمدها قليلا. شو بقول؟ إنه رجعه كما هو بالأحرف أمامك، هنا أقول إنه رجعه له. لاحظي إنه هون أنا مديت هاء الضمير الهاء فقط بمقدار حركتان، بمقدار إيش؟ حركتان. هذا درسنا فقط، أن
مد الصلة بهاء ضمير مفرد غائب مذكر، وأقوم بمده عفوا حركتان كالمد الطبيعي، كالمد الطبيعي. وإذا مديناه حركتان كالمد الطبيعي يسمى مد صلة صغرى. مد صلة إيش؟ صغرى. لاحظي هنا القاعدة إنه مدة الهاء مدا طبيعيا بمقدار حركتان، بمقدار إيش؟ حركتان. هنا أستنتج عليك بفهمها وحفظها معنى مد الصلة إطالة الصوت في هاء الضمير المتحركة بواو، بطول الصوت بواو مثل كلمة إنه، مش حطوت لك واو صغيرة لأنه سبقت بضمة صح؟ وإذا كانت مضمومة وبياء إذا كانت إيش؟ مكسورة. شروط يشترط في هاء الصلة أن تكون متحركة بين حرفين متحركين لمفرد غائب. يوجد في درس لاحق أيضا مد صلة كبرى، نفس هذه الحروف، نفسها الهاء الضمير، نفس الشروط، لكن إذا جاء بعد الهاء، إذا جاء بعدها همزة، إذا جاء بعد الهاء همزة هنا أصبح مد صلة كبرى. سنرده لكنا إن شاء الله بدرس لاحق. أرفقت لكنا بهذا التسجيل للحصة تسجيلا لسورة مريم الآيات من الآية الأولى إلى الآية 15 عليكن التدرب عليها وحل الواجب صفحة 21 والواجب صفحة 22. ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.